في المطار ديما ناسيين شوية حتى كي يجوا يحكوا على المطار في خدمة برشا في 20 سنة ديما ناسيينهم شوية هم الناس اللي تنظف كان سوا رجال ولا نساء ما شاء الله تشوف كل شيء نظيف هم حارسين عليه مش من اليوم ولا من نامس عندهم برشا باش يشوفوا الحجاج نتاعنا يطلبوا كل شيء حاضر يتجاوزوا فيهم باش يعاونوا فيهم في الوضوء في كل شيء وين تقبلوهم تلقوهم ان شاء الله ربي يعاونهم في حجة ان شاء الله في حجة ان شاء الله الناس الكل ما يحرم حد ان شاء الله يعطيكم الصحة عايشة هكا احنا علامة